شريف برضو عايز اسالك، امبارح فريق كايزر تشيفز بيلعب بطريقه قافل، يعني انت دايما متعود ان انت تلعب في المساحات، متعود ان انت تيجي من ورا تبقى قدامك مساحه. شو اللعبه اللي دايما النادي الاهلي بيلعبها الفتره الاخيره، بيباص كتير ويلعب لك واحده او يلعب عملتها يعني امبارح الدنيا كانت مقفله خالص الشوط الاولاني. ايه اللي حصل بقى في الشوط الثاني عشان تقدر تجيب الجون ده؟ والله يا كابتن، هو يمكن الشوط الاولاني ممكن الفرقه بتبقى مركزه اكتر، يمكن الشوط الثاني التركيز بتاع اي فرقه انت بتلعبه بدل ما انت ضاغط وماسك كوره كتير التركيز بيقل برده شويه. فانا يعني انا كابتن سامي كلامه ليا دايما هي واحده، يعني ايه او واحده طول الماتش، واحده ممكن يعني ممكن واحده يجيلك في الماتش. اوكي، دايما يقول لي كده ما تزهقش. فانا بلعب على الواحده، يعني مش يعني انا ببقى مركز اللي هي ممكن تجي لي واحده نخلص بيها الماتش. فانا ببقى صبر يعني في الماتش ببقى صابر جدا، يمكن بفضل احاول وما تجيش، مش شرط تجيلي قدام الجون يعني، بس بحاول بتحرك كتير. يمكن حتى ممكن اتحرك مش شرط تتلعب لي، يعني بخلق لزمايلي مساحات. فانا كنت صابر جدا، فمش حتى هتلاقي اكتريت جواني دايما في الشوط الثاني، يعني مش شرط الشوط الاولاني. فكان في مساحه كده بين المساك والمساك الثاني، يمكن المساك اللي انا كنت في عند المساك العكسي، فالمساك اللي هناك طبعا مش واخد، انا هو عارف ان انا مع الثاني بالظبط، فحسيت اللي هو مش مركز يعني مع اللي ورا، فرحت قاطع من قدامه فاكرم عملها لي كويس بصراحه. فحتى الجون انا لمحت الجون يعني، بصيت بصه كده صغيره لمحت الجون، ف تعملها من فوقيه بس بسيطه كده. توقعت ان اكرم يعملها، لانه اكرم دايما لما حتى بيخش بجوه بشماله مش زي يمينه. توقعت ان هو يعملها لان هو ما كانش مزنوق او ما كانش مضغوط، فكان قدامه اللي هو المساحه اللي تخليه يباص الكره مستريح يعني. اكرم في الباك رايت اعتقد عامل شغل كويس. بصراحه اكرم لعيب كويس ولعيب جامد جدا وماشي كويس جدا الفتره اللي فاتت، وبتمنى له الاستمراريه ان شاء الله وربنا يكرمه دايما يعني.